مرحبا عيني. عندنا صديق هنا جابوه للمستشفى مالتكم، ممكن نعرف وين هو؟ شو اسمه؟ محمود. اسمه محمود، سايق تاكسي سوى حادث. المريض بالطوارئ هسه والدكاتره يمه. وضعه شلون هسه؟ محمود شلون يا اختي؟ ها ما عندي معلومات عن وضعه، انتظروا الدكتور. الحمد لله على السلامه. اشكرك اشكرك عمو. انت لا ظل واقف، تعال استريح هنا. ايه؟ تعال تعال اقعد اقعد. الو تفضلوا، تاكسي الامان وياكم. علي كمال مرحبا، انا دلال. خبرت على محمود بس مغلق، اذا يمك اقدر احكي وياه؟ سيد دلال انت ما بزعتي؟ ما تستحين تخابرين هالرقم؟ شهالعين السالفه؟ ما تخجلين ابد؟ شو تقول انت علي كمال؟ با 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 تريد تحكي ويا محمود؟ لك انت خليتي الولد يحبك بألاعيبك وكذبك ولعبتي بمشاعره، وهسه بلا خجل هم تقولين اريد احكي ويا محمود؟ شنو انت؟ شو صدق ما تستحين؟ علي كمال جدت خربط انت، ممكن تنطيني محمود عاد؟ ما اقدر انطيك لان هو مو هنا، سوى حادث وهسه هو بالمستشفى. شو تقول انت؟ هسه وينه؟ هسه وينه؟ لك عيني كافي، اوفي هالولد من وراك بدا يسكر، صار سكير وقام يسوق التاكسي وهو سكران وسوى حادث واخذوه على المستشفى، وكل هذا بسببك. لك اوفي الولد. علي كمال كافي تحكي، وانا اقول لك بيا مستشفى عاد. انا مدى سوعي بالسالفة، شنو سكران؟ شنو دا يسوق سيارة؟ الولد ما يشرب اصلا، شلون يسوق سيارة وهو سكران؟ مدى تخش بدماغي. ايه عمو كلامك صحيح، انا همين ما شايف محمود يشرب في اليوم، لازم اكو غلط بالموضوع، اكيد اكو شيء. ايه بس ويا الاكل كان يشرب شوية، بس غير هيجي ما شفته ابد يشرب. لا اله الا الله. عمو نوري انا ما قدرت اقول لك، بس محمود من البارحة كان يشرب ترى. صدق تحكي؟ تأكد؟ ايه هو ضاج كلش من سالفة الدلال، ومزاجه مو زين صراحة، ما تحمل قام يشرب مثقل بالشرب. اي مدى افتهم ليش ما حكيت لي؟ اي ليش ما قلت لي؟ كان نقدر نسوي شيء. اوف ايش مدريني يا عمو نوري، كان يشرب بس ما توقعت ابد يسوق السيارة وهو سكران. اويلي علي ايش دلال، اوف من ايش دلال، دمرتي لي الولد والله حرام. محمود خطية عمو. علي كمالي خابر. ها عيني ايش تريد؟ لك اخوي حميد من رحتوا ماكو خبر، ظل بالي هنا كلش صار. شكو اخويا محمود شلون؟ زين؟ ماخذين محمود على الطوارئ، الدكاتره يمه واحنا ننتظر بالمستشفى علي كمان. زين وضعه شلون؟ زين؟ ما نعرف ضلعي، بس نشوف الدكاتره قبل ننطيك خبر، تمام؟ وانت بعدين تلحق تنقل الاخبار لكل القبائل، ارتاحيت؟ انتظر منكم اخبار حلوه ان شاء الله. امين امين اخويا. يا الله انت تشوف حالتي، احفظ لنا اخويا محمود يا ربي. اي انا هسه جاي على المستشفى. نعمان انت لا تيجي عيني، ماكو داعي، كليتنا هنا وبالمكتب ماكو احد، روح انت قبل لهناك، ما عندنا سواق. لا عاد بس تسمعون اي شيء عن محمود انطولي خبره. ها تمام يلا في مالا. محمود شلونه بابا؟ الدكاتره يمه، اخويا نوري قال بس اعرف شيء عنه انا انطيك خبر. يلا انا رايح. عمو نوري محمود وينه؟ اهدئ يعني، الدكاتره يمه واحنا دا ننتظر. زين شلون وضعه؟ شلون تردي يكون يعني؟ ها عارف ديك محمود من وراك سوى حادث، داي صارع الموت جوا وانت بيا وجه جايه، بس روحي. عارف اهدى اخويا. شلون اهدى اخويا؟ شذبت علينا ولعبت بمشاعر الولد، شو تسوين بعد؟ ها عارف هسه مو وقت هالحكي. عمو نوري عفية اقول محمود زين؟ ما اعرف كل شيء. انت تردين تسوين زينيه لهالولد؟ اذا تردين ديري ظهرك وطلع منه. بابا الوضع ترى كلش متوتر، روحي هسه انتي وبعدين عد تعالي شوفي على راحتك. يلا روحي. يلا دلال روحي يعني روحي. ها دكتور بشرنا اخباره وضعيته شلونها؟ فدوى اروح لك. محمود اخويا شلونه؟ قول اخوان مع الاسف المريض مسوي حادث قوي كلش وفقد هوايه دم. لا تقولها، لازم ندخل العمليه بسرعه. إيه لعد خذوه دكتور، ايش منتظرين؟ ما افتهمت، يلا خذوه للعمليه. اخوان دم محمود او سالب، هالدم كله صعب نلقيه مع الاسف، هسه ماكو جوا ايدينا، لازم نلقي هالدم. اوف يا الله ماكو احد بالمكتب يرهم دمه. والله اني هم دمي ما يرهم علي. ترى اذا ما نلقى دم ما نقدر نفوت على العمليه، لازم نلقي الدم. سنان روح افتر على المكاتب، بلكي اكو واحد نفس صنف دمه. تمام عمو. عارف انت هم روح المستشفيات ودور، بلكي تلقي واحد نفس صنف دماته. يلا افتر المنطقه كلها. يلا تمام. الو سنان
محمود شلون صار زين؟ ما لقيتوا دم؟ خليني نجي احنا ننطيه. ايه احنا هواية لازم يرهم دم وحدة بينا. ايه طبعا اختي. دقيقة دقيقة، قلت او سالب سنان يا جماعة اكو وحدة بيكم دمها من هالصنف؟ اوه هي اني لا. لا ماكم على الاسف سنان، ما حد يرهم دمها. تمام عيني، يلا تمام، باي قلبي باي. الله يساعد المحمود خطية. عمو نور هنا. ها شباب بشروا سويتوا؟ مع الاسف عمو اني ما لقيت شي. انا انطيت خبر لكل مكاتب التكاسي، اذا لقوا احد دمه يرهم راح يتصلون بينا، يعني راح يخابرونا. يعني ما دبرنا شي وعارف ليه هسه ما مبين. لا عمو اني وحميدة تشوفنا بالباب بس عارف ما شفنا. العفو بنتي، ابننا كان محتاج دم وافترينا كل الاماكن ما لقينا متبرع ومدى نعرف شو نسوي هسه. شو نسوي؟ ما عندكم خبر؟ لقينا دم الاستاذ محمود هسه هو بالعمليه. صدق؟ الله ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله عمو، يعني هسه هو بالعمليه. يا الله الف الحمد لله يا ربي.